فضيل بن النووي تفضل. السيد أو الأستاذ رشيد جبنون ويقدم له السيد مدير الثقافة عمر كابور. كذلك الأستاذة لطيفة برني ويقدمها لها السيد مدير الثقافة السابق محمد لعلى. نتمنى لها ونتمنى للأساتذة كذلك للفنان الشاب الأستاذ نصر الدين توير ويقدم له السيد مدير دار الثقافة محمد زلموري. ونشكر كذلك الشاب على هذه المداخلة. إذا ماذا أقول؟ يعني دمتم دائما مدفعا.